الخبر الاول اللي عدنا عن تهجم متابعين مملكه القصص على بيسان وانس الشايب وتحدي بيسان اسماعيل الجيش مملكه القصص. طبعا ما يعرف شنو القصه، فبالبدايه سبب هذا التهجم هو ان نزلت هذا المقطع اللي فضحت بيه بيسان اسماعيل ثبتني بيه، راح احط لكم اياه بالوصف. فالمتابعين تهجموا على اخر مقطع نزلته بيسان لحوالي من ساعه، وحاولوا تدخلوا على المقطع وتنزلوا بيه على التعليقات راح تشوفوا انه اغلب التعليقات مكتوبه بالانجليزي ومكتوب عليها الجيش مملكه القصص، اللي طبعا يريدون يجمدون المشاهدات على المقطع. وهذا الشيء صار بالفعل، فجمدت المشاهدات تقريبا بساعه بس 100,000 اللي يعتبر معدل جدا قليل لبيسان. اما بعد شنو اللي صار، فبيسان وانس الشايب ثبتوا تعليق يرد بيه على هذول الاشخاص اللي يتهجمون، فكان كاتب من اجمل فيديوهاته من هالكلام، وبالنهايه كان كاتب طبعا ما يعرف انه خليهم يعلقون بالانجليزي، هذا الشيء يساعد المقطع انه يصعد ترند. يريدون يوضحون فكره انهم ما مهتمين هذول الاشخاص اللي يعلقون. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، هل هم يستحقون التهجم او لا، وشو رايكم برد بيسان اسماعيل. الخبر الثاني اللي عدنا عن فريق نور مار وتوديع على القمر مار. فنور مار نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يعلن بها انه للاسف قمر مار قررت انه تسافر للعراق، وراح تظل هناك تقريبا من حوالي شهر الى شهرين. يقولون ان القمر كلش زعلانه حتى قامت تبكي، وطبعا قمر راح تسافر يوم السبت، فعطوا شويه ستوريات يودعوها بها راح احطكم اياها شوفوها. يا جماعه اليوم طلعانين شوفوا كلياتنا، وهي مهمه ابي والله انور ونرمين جاي عن طريق. ليش مهمه ابي؟ عم نودع عمر. عم نودع عمر يا جماعه. عمر مسافر. مسافر قلنا وين مسافر وين؟ يا جماعه عمر راح تسافر مشان شغل الاقامه وما اقامه هيك على العراق، شغله شهرين وترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. مشان هيك نحن حبينا نطلع نعمل لها حفله قبل ما تسافر، انه هيك ذكرى حفله الخلاص. بس كلها شهر بس يا حرام انا كثير زعلان وعم تبكي. العراق اكيد جد قابل اي شهر طيران على العراق. وينك 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 العراق؟ مدام مدام ورجيني شحيطة. أغاني عن السفر. أغاني عن السفر والحزن. هنا عن الطحطح بده يحزن البنت بلا عبا. سلامة شيء حلو. ما تنساني تسافر. غنوا غنوا أبو العلقة يا جماعة. أنا تسافر فرحاني ولا زعلانين؟ ما يفهمها. ودع مكلفين حالنا وطالعينك وعم نودعك اخر شيء. واضح كثير عم تحكي معنا. ومنزلي 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 لو شارع اوكي منزل. والله ايش رد فعلك؟ ما تروح تسافر؟ يس لا تجي بعد شهرين بس. الخبر الثالث اللي عدنا عن بيسان اسماعيل ومو فلوجز وخوفهم من نارين بيوتي ومتابعيها. طبعا ما يعرف الموضوع، فمو فلوجز نزل هذا المقطع على قناته، وطبعا لو تدخل على المقطع وتنزل بيه على التعليقات راح تشوف انه هواي من التعليق المكتوبه بالانجليزي يريدون يجمدون المشاهدات على المقطع. اما بالنسبه لاشخاص ما يعرفون شو اللي صار بعدها، فبيسان اسماعيل ومو فلوجز قرروا انه يخفون هذه التعليق، فحطوا الكلام بالانجليزي وكلمه جيش نارين بيوتي بالكلمات المحظوره، فاغلب الاشخاص طلعوا يعلقون بهذا الشكل عم تطلع تعليقهم واللي هو انه كلمات بعيده عن بعض. اما بالنسبه للدليل فلو تدخل على اخر مقطع نزله وننزل بيه على التعليقات تكتب هذا التعليق. مرة راح نكتبه كلمة قريبة من بعض ونكتب بها كلمة جيش نارين بيوتي. بعد ما شرنا التعليق ونروح على كلمة الأحدث أولا عمود نحفظ التعليق وتعليق الأشخاص الأقوى وياي. بعد ما نحفظهم زين نروح نغير الحساب عمود نشوف هل التعليق راح يطلع للناس أو لا. وطبعا بعد ما نغير الحساب وننزل بيه على التعليقات ونروح على كلمة الأحدث أولا راح نشوف إنه تعليقي ما ظهر وإنما تعليق الأشخاص العالقين وياي ظاهر، لأنهم خافين الكلمات بالإنجليزي وخافين كلمة جيش نارين بيوتي. أما حاليا بالتجربة الثانية اللي راح نسويها هو ندخل على المقطع ونكتب نفس الكلام اللي كتبناه ولكن الكلمات بالإنجليزي تكون بعيدة عن بعض، وحتى كلمة نارين بيوتي هم كلمات بعيدة عن بعض. بعد ما نسوي هيك ونروح على كلمة الأحدث أولا ونحفظ تعليق وتعليق الأشخاص القوية نروح نغير الحساب عم نشوف هل التعليق رح يطلع للناس أو لا. وبعد ما غيرنا الحساب وننزل بيع التعليقات ونروح نشوف كلمة الأحدث أولا عم نشوف تعليق ظهر للناس أو لا. راح نشوف إنه تعليق ظهر للناس مثل ما شايفين لأنه كلمات متباعدة عن بعض هي ونارين بيوت. اكتبوا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم هذا الخبر وهل هم يستحقون التهجم اللي تعرضوا له أو لا. الخبر الرابع اللي عدنا على متابعين عائلة بدر وتهجمهم على أنس وأصالة. طبعا بالنسبة للأشخاص اللي شافوا المقطع السابق فأكيد يعرفون إنه متابعين أنس وأصالة تهجموا على عائلة بدر، فعائلة بدر ردوا هذا التهجم على انس واصاله. فلندخل على اخر مقطع نزله وننزل بيه على التعليقات راح نشوف هواي من التعليقات مكتوبه عائله بدر بحركه رديه، ونفس الوقت يريدون يجمدون المشاهدات على المقطع، ولكن اغلب التعليقات هذه انحذفت. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وهل يستحقون التهجم تعرضوا له او لا. وصلنا هنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تحطون لايك وتشتركوا بالقناه عشان اكون فايز زي ما قدمت القصص وبس. مع السلامه.